العمارة الحضرة، العمارة لا تقام بالطلب بل بالحال، أي بالوجد، لأن الصوفية قالوا الوجد من وجد، أي صادف الشيء. وقد تقام بالتواجد، قال الشيخ العلاوي، فمن لم يجد فليتواجد. ويكون استحضار الحال بترديد كلمة الإخلاص 100 مرة فما فوق، نهاية بذكر اسم الجلالة الله مكررا بدون عد إلى أن يحصل الوجد أو التواجد بالسماع الخفيف المثير للأرواح. العمارة هي الاهتزاز وقوفا عند الذكر، تطرأ على الذاكر عند غلبة الوجد. اعتبرها الشيخ العلاوي مظهرا من مظاهر الشكر لله، عندما يتذكر المريد نعمة الله عليه. قال رضي الله عنه: صفت النظرة، طابت الحضرة، جاءت البشرى لأهل الله، قاموا سكارى ليد البشارة، جعل عمارة شكرا لله. إذا قام الفقراء للعمارة يشكلون دائرة، واضعين أيديهم في أيدي بعض، باطن اليد اليمنى فوق باطن اليد اليسرى، بقبض يسير متشابك بدون تشديد. فإذا كان عدد الفقراء كبيراً يشكلون دوائر الواحدة داخل الأخرى. لا تقام العمارة إلا بوجود 3: المعمر والمسمع والقطب. دور القطب قيادة العمارة ومراقبة آدابها وتنظيم صفوفها، ويساعده على هذه المهمة النقيب. لا يجوز للمريد فتح عينيه أثناء